فناجين الحلى البارد مرة لذيذين. لنبدأ 3-4 أكواب من الحليب السائل، وأربع ملاعق من النشا، ملاعق كبيرة طبعا. تحطوها على النار، على نار متوسطة. بعد كده 3/4 الكوب سكر وملعقة صغيرة من الفانيلا. بعد ما تبدأ تتقل القوام، نضيف ملعقتين كبيرة، ملعقتين ونص من النسكافيه، أي نوع نسكافيه انتو تفضلوا. بعد كده تضيفوا ملعقة صغيرة من الشوكولاتة المرة الداكنة الغامقة، وبكده بدأ القوام يزبط معايا. خليني أضيف ملعقة من الزبدة علشان تصير كريمية أكتر. يا سلام هالريحة. يلا نبدأ نوزعها في الفناجين حق القهوة. بعد كده تزينوها بالفستق، لوز، كاجو، أي حاجة أنتوا تحبوها، وعلى التلاجة. وعليكم بألف عافية. سندوتشات سريعة وسهلة ولذيذة مرة، تعالوا نسويها مع بعض. واحدة بصلة، ملعقتين من زيت الزيتون، وفصين من الثوم مبشور. بعد ما يبدأ يدبل البصل، نبدأ نضيف الدجاج، طبعا يكون مغسول ونظيف جاهز. أنا أضفت صدور دجاج. بعد كده واحدة طماطماية وفلفل رومي حسب الألوان اللي انتو تحبوها والكمية اللي انتو تحبوها، وآخر حاجة الكزبرة، وفي ملعقة صغيرة بابريكا وملح وفلفل أسود وفلفل ناشف أو فلفل طازة ما تفرق، وأورجانو. وتقلبوها على النار لغاية ما ينجح الدجاج معاكم. كل ما قطعتوا الدجاج بطريقة أصغر، كل ما استوى معاكم أسرع. أضفت مكعب صغير من الزبدة. بعد كده تجيبوا عيش التورتيلو وتقطعوه بهذا الشكل، وتضيفوا الدجاج والجرجير، ملعقة صغيرة من الجبنة السائلة وموزاريلا، وتطبقوها بهذا الشكل. نكرر الحركة مع بعض، دجاج، جبنة سائلة، جرجير، موزاريلا. وصفتنا الثانية هي عوامات أو لقمة القاضي حسب ما يقولوا. واحدة بيضة، بعد كده تضيفوا ملعقة واحدة من الخميرة الفورية، وربع ملعقة من الملح، وملعقة كاملة من زيت النباتي، وملعقة من الحليب البودرة، ونص كوباية موية، وكوب كامل من الدقيق، وتخلطوها بهذا الشكل. أنا عملت نفس الكمية، ضاعفتها علشان نصها عملت فيها حبة سودة والتانية خليتها سادة، وتتركوها 10 دقائق تتخمر. بعد كده تقلوها وتضيفوا إذا تحبوا أول نكهة، إحنا أضفنا العسل مرة لذيذة، والتانية أضفنا نكهة حليب مكثف. هاي اليوم جبت لكم بسبوسة في المقلاة، يلا نسويها مع بعض. أول حاجة في الطاوة تضيفوا زبدة بهذا الشكل، بعد كده تضيفوا قليل من السميد وتوزعوه على أطراف الطاوة. بعد كده في زبدية تضيفوا نص كوباية من السميد، نص كوباية من الحليب المجفف، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وثلاثة أرباع الكوب سكر، وثلاثة أرباع الكوب زيت نباتي. وآخر حاجة تضيفوا القشطة، واحدة علبة قشطة، وتحركوها بهذا الشكل لغاية ما تتجانس مع بعضها. بعد ما تجانست معانا شوفوا كيف صارت معايا. يلا نضيف نص الكمية في الطاوة، والنص الثاني نحطه على نخليه على جنب. نوزع النص كده بهذه الطريقة. بعد كده تضيفوا قشطة جيمر في الوسط. بعد كده تضيفوا النص اللي بقيناه من السميد، وبكده صارت معانا جاهزة.
نحطها على نار مرة هادية، نحط القصدير أول، نطبق القصدير كذا طبقة عشان ما تلسع البسبوسة من تحت، وغطيناها شوية. بعد ما نشفت البسبوسة من فوق والأطراف حمرت، في طاوة تانية نضيف الزبدة ونفس الشيء سميد، ونوزع بهذا الشكل، ونحاول نقلبها على الوش الثاني. شوفوا كيف يا محلاها من أسفل، نسيبها تنضج من الجهة الثانية. تعالوا مع بعض نسوي الصوص تبعها. علبة من الحليب المبخر كاملة، ونص علبة من حليب النستلة المكثف، نسخنه قليل على النار. ويلا بعد ما نجحت البسبوسة نصب الصوص عليها بهذا الشكل علشان تتشربها. بعد كذا إذا تحبوا تزينوا، أنا زينت هنا بالفستق، بشرته وعملته بهذا الشكل. شوفوا كيف يا محلاها، الريحة والطعم مرة رهيبة. واللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ليصلوا كل جديد. وعليكم بألف عافية، أسيبكم مع الفيديو الثاني، وباي باي. حقيقة الطعم يفوز. السلام عليكم، اليوم راح نعمل بيف باستر سينبون ميني. راح نجيب القطع الكيري والبيف باستر نقطعها بالنص متساويين، والكيري نقطعها بالنص نفس الشيء، ونحطهم على البيف باستر، ونرشهم بالقرفة والسكر بالكميات اللي احنا حابينها. في ناس حبوا زيادة، في ناس حبوا أقل، فحسب الرغبة. هذا أسهل حلى يسعد في رمضان طبعا اللي مستعجلين، ونلفه على شكل رولات. بعد كده نقطعه، كل رول نقطعه 3 قطع نفس هذه الطريقة عشان يصير عندنا ميني رول سينبون. بعد كده ناخذ القطع نرتبها في الصينية، ونزود القرفة والسكر عليها حسب الرغبة، ونضيف كاكاو عشان يعطي شكل وطعم للسينبون. نحطها في الفرن لما تنضج لهذا الشكل النهائي. إن شاء الله عجبكم. هاي، كل عام وانتم بخير. اليوم جبت لكم عصير جي. يلا نبدأ مع بعض. تضيف أول حاجة الجوافة، بعد كذا قطع الموز، بعد كذا المانجو، وملعقة واحدة من العسل، ونص كوباية من حليب البودر المجفف، وموية جوز الهند كوباية كاملة، وتحطوا الثلج حسب الرغبة وتخلطوهم بهذا الشكل. وبكده صار العصير عندكم جاهز. الطعم والنكهة والريحة والشكل العام مرة رهيب، يبرد على قلوبكم بعد مدة صيام طويلة. وعليكم بألف عافية. اللي مو مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ليصلوا كل جديد. شوفوا الفيديو.